انا تعبت والله ونفسيتي تعبت بسبب شعري خفيف من الامام ومموج، وهو ينفع اعمل بروتين؟ عايزه نصايحك وحياه الغاليين عندك. الغاليين عندي الله يرحمهم. مبدئيا انت اتكلمت في نقطه كويسه جدا، وارجع اقول في بدايه الكلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكومنت ده شدني وحبيت ان انا اوضح للناس عليه. بقالي كتير متغيب عنكم عن الفيديوهات، بس معلش للاسف يعني ضغوط شغل مش اكتر. التعليق ده كويس يا جماعه جدا، وحبيت ان انا اطلع اعمل عليه فيديو عشان انصح ناس كتير، واخواتي كتير بيكلموني في الحاجات ديت. فبدات ان انا اشوف تعليقات كده عن الشعر الخفيف والبروتين. بصوا يا جماعه، مبدئيا خلينا مقتنعين ان اي حاجه بتغير الشعر من الى مباشر اكيد فيها اضرار، على قد ما ليها سلبيات ليها ايه ايجابيات، قصدي على قد ما ليها ايجابيات ليها سلبيات. بمعنى ان الحاجات دي كلها، حتى الكريمات، حتى حمامات الكريم، حتى اي حاجه، دي كلها مواد كيماويه بتتراوح بقى من نسب لاخرى كميه الاضرار وكميه الافاده. تمام، هنتكلم مثلا عن حاجه مستورده او حاجه محليه. انا مش بعيب في المحلي، بس احنا عارفين في حياتنا كلنا ان او عندنا عقدة الخواجة زي ما بيقولوا، ان بتاع بره حلو. بص مبدئيا، لو شعرك خفيف جدا وكل واحد اضرب شعره وعارف يعني ايه شعر ضعيف وشعر قوي، شعر يقدر يستحمل البروتين، عشان طبيعي البروتين حامي على الشعر، البروتين معمول اصلا للشعر الافريقي مش للشعر المموج البسيط، عشان بس نبقى عندنا خلفيات كده. الشعر الافريقي ده شعريه جامده قويه، يعني تقدر تستحمل معانا اي حاجه احنا نقدر نشتغل عليها، ان كانت صبغات او ان كانت بروتين. تعالى لو كان شعرك خفيف يا ست الكل، الكلام موجه ليكي، لو شعرك خفيف وانت شايفه ان هو زي ما انت بتقولي خفيف من قدام وبيتساقط، بلاش بروتين، شايفه ان هو يستحمل اشتغلي على البروتين. اما بقى بالنسبه للتساقط الشعر او الخفافيه، بصوا انا عامل فيديوهات عن كده، هسيبهولكم في الوصف. الفيديو ده قوي جدا، حاجات طبيعيه ممكن نعملها. وبالنسبه للفرد الشعر من التجاعيد البسيطه، او هنقول التجاعيد القويه بس الاستمراريه لازم نستمر عليها، هسيب لكم برده الفيديوهات في الوصف. بصوا يا جماعه، التساقط ده بيجي من عوامل كتير، مش عوامل، ممكن يكون نقص حديد، نقص بروتينات في الجسم، حاجات كتير كده، حاجات كتير يعني معادله قويه جدا. لازم كل حاجه بتطلع بالتحاليل، يعني مفيش بالبق كده. بس اللي انا اقدر اقول لكم عليه، ركزوا قوي 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 يا جماعه على طبقه السلطه. طبق السلطه ده اساسي اساسي في كل وجبه، قوي جدا لتغذيه الشعر، مع استخدام الجرجير في طبق السلطه ده اساسي. الجرجير يا جدعان، الجرجير حاجه قويه جدا للشعر. اللهم بلغت اللهم فاشهد. لو عجبكم الفيديو ان شاء الله هاخد مقتطفات كده من الكومنتات الكويسه المحفزه اللي بتفيد الناس، وهبدا اتكلم عليها. تنسوش بقى تعملوا اللايك والاشتراك، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.